لوحة تحفيظ صبيان، مسار كهرباء تعليم صبيان. يجري الآن البحث على الالتماس الحاصل في اللوحة. طبعا اللوحة تعطينا مع فردة الحمراء أو الصفراء تعطينا 220. فالحين هذا زميلي وأخي أحمد شوعان من مسار الكهرباء يقوم الآن بالبحث. طبعا المصور اللي هو فهد همامي والآن الساعة مقاربة على 4 عصرا والبحث ما زال مستمرا. الآن يقوم بعزل التعرية عن اللوحة. ونرجع بتوصيل اللوحة حتى نشوف الالتماس. موجود أم لا؟ سوف نرجع لكم فيما بعد.